في الدول الدكتاتورية في الشرق الأوسط على كل شخص أن يتجسس على غيره، فهذا جزء من الصفقة، وهو يسأل عما تعلمه كل يوم عن عمل المخابرات في وزارة الداخلية، وعليه أن يجيب على هذا السؤال. لا يسأله هذا السؤال رئيس الجمهورية، بل تتولى المخابرات توجيه ذلك السؤال. وبطبيعة الحال لن تعد المخابرات ملفات ضخمة تراجع فيها كل إجابة كي تتحقق من معقوليتها. ومن الواضح أن أسوأ الأمثلة كان صدام حسين، وكان بن علي يفعل ذلك طول الوقت، ويقال أن حوالي 78 أو 80% من أبناء الشعب كانوا يعملون لدى أجهزة مخابراته، وهو ما يعني بطبيعة الحال أن كثيرا من الناس كانوا يعملون مخبرين ومخبرات عندما قامت الثورة. من الضروري أن تكون لدى أولئك الحكام أجهزة أمن متعددة ومتضاربة ومستقلة عن بعضها البعض، ومصر في عهد حسني مبارك كانت كذلك، حيث كانت مباحث أمن الدولة تراقب جماعات المعارضة، وكان الأمن المركزي يحرس المباني الحكومية والسفارات ويوفر حماية للمناسبات العامة. أما المخابرات العسكرية فكانت مسؤولة عن الأمن القومي، لم تكن تلك الأجهزة متوائمة مع بعضها، وكان كل منها مسؤولا لدى الرئيس مباشرة. كان سبب المسح معرفة الأعداء الذين لا يوالون الحاكم والذين قد يتآمرون عليه. لا أعتبر مبارك من الفئة النفسانية نفسها التي ينتمي إليها صدام حسين أو القذافي، بل كان شخصية متسلطة خرجت من صفوف القوات المسلحة، وقد كان أفضل كثيرا من الناحية النفسانية من بعض أولئك الذين يفتقرون كثيرا إلى الأمان والذين يتحسسون مواطن الخطر مهما كلف الثمن، فيجرون عمليات مسح في جميع الأوقات كي يتحققوا من المعارضين الخائنين لهم. ومن الطريف أن صدام حسين كان محبوبا جدا حسب ما أشارت إليه نتائج الانتخابات الأخيرة التي قيل إنه فاز فيها بأصوات 99.7%، وقد انشغل بتقصي الأعشار الثلاثة التي لم تصوت له. المهمة الأولى لوزارة الداخلية هي الحفاظ على كرسي الحاكم، تلك هي مهمة المخابرات ودوائر الأمن. هناك أنواع متعددة من أجهزة الأمن، وكان من اللافت للنظر في القاهرة مثلا أن كثيرا من أعمال التعذيب كانت تجري في مبنى وزارة الداخلية ذاته في شارع لاذوغلي بوسط القاهرة. أما في دمشق فكان التعذيب يجري في وزارة الداخلية خارج المدينة القديمة مباشرة. كان الألمان الشرقيون هم من شيدوا ذلك المبنى عندما كانت ألمانيا الشرقية جزءا من الكتلة السوفيتية السابقة، وكان الأمريكيون يرسلون السجناء كي يعذبوا في ذلك المبنى. بالنسبة للقذافي مثلا، كان حوالي 15 أو 20% مما يسمى اللجان الشعبية يكرسون أنفسهم للتجسس على المواطنين لحسابه، وقد أوجد ذلك وضعا مؤلما حيث لم يعد الجار يثق في جاره، ولم يعد الصديق يثق في صديقه. وعندما يكون عضو اللجنة الشعبية مخبرا فإنه يحدث وضعا مشلولا تماما. كثيرا ما أجريت مقابلات مع هؤلاء الحكام الدكتاتوريين، وكنت أقول لهم إن ناشطي حقوق الإنسان الذين أودعتموهم السجن هم أخطر عليكم في السجن مما لو كانوا خارجه. فكان جوابهم الحتمي هو أن كبار المسؤولين الأمنيين لديهم ينصحونهم بالاحتراس، وفي بيئة من ذلك القبيل تصبح دوائر الأمن متنفذة حتما، وهكذا يصبح الساسة عبيدا إلى حد ما لمديري مخابراتهم. نفس المشكلة يواجهها كل متسلط، فبعد قمع جميع المنشقين يصبح كل أفراد حاشيته مخبرين لديه، لذلك يوشك المتسلط أن يصبح جاهلا بحقيقة الأمور بسبب عزلته عن الشعب. عندما تكون لديهم السلطات السياسية والاقتصادية يتصرفون كفئة اجتماعية منفصلة تعلو على غيرها من الفئات، فيصبحون أشبه بأسرة ملكية. بالتالي تحول معظم هذه الجمهوريات إلى نوع من الملكيات
التي لا تتقيد بأي حدود في تصرفاتها وفي تعاملها مع غيرها من فئات المجتمع، يشعرون بأنهم مقربون من ذوي السلطان والمال في العالم. أتذكر أنه عندما كان السادات يتحدث عن هنري كيسنجر كان يشير إليه بعبارة صديقي هنري، شعورا منه بأنه أصبح في مصاف ذوي النفوذ في العالم، ويقيم هؤلاء الحكام علاقات مع الأسر الملكية في المنطقة وفي أوروبا ومع الأثرياء في الخارج. هكذا ينسلخون تماما عن الواقع في بلدهم. مجرد أنهم يلاقوا حد قريب من الرئيس والرئيس يحبه يستبعدوه تماما، عايزين اللي يقعد جنبيه زي القرد، لا يرى لا يسمع لا يتكلم. مضيت أكثر من 50 سنة من عمري في خدمة تونس، لم أسعى يوما لسلطة أو شعبية زائفة، قدمت التضحيات. أنا مقاتل مجاهد مناضل زائر من الخيمة من البادية، أفنيت عمرا دفاعا عن أرضه وسيادته. على عيننا ورأسنا شكر الله سعيك. لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة. لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. أنا لو عندي منصب، لو عندي لوني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم. حفظ الله مصر وراء شعبه. عاش شعبه. لحظة الليبيا، الشعب الليبي في القمة. صورة الدكتاتور تعد ذات أهمية قصوى، إذ لا بد له في نظر شعبه من أن يكون ذا قوى خارقة، وأن يكون شابا دائما ومعافا دائما ومتأنقا دائما إلى أقصى حد، أي أن يكون في وضع يطمح كثير من أبناء شعبه إلى تحقيقه لكنهم لا يستطيعون. يظن هؤلاء أنهم أشبه بالآلهة من حيث القوة والأهمية، وكثير منهم يظنون أنهم سيخلدون. وبالنسبة لمبارك الذي كان شعره فاحما على الدوام، كنت أذهب دائما إلى فندق الماريوت وأسأل عن عنوان حلاقه. مستشاريه اللي حواليه في الوقت دوت كانوا يقولوا له لا، لازم يبقى الصورة أحسن، لازم يبقى الشكل أحسن، وما كانش مهتم حقيقة، ولم يحب المكياج وبيكررها، ولا يحب المكياج ولا يحب طريقة المكياج، وكان يحب يطلع بوشه الطبيعي، بس كانوا مستشارين اللي حواليه وكانوا دائما يقترحوا عليه ان لا احنا لازم نحسن الصورة، لازم الناس تشوف حضرتك في أبهى صورة، في أصغر سنا، في صحتك كويسة، لأن الإشاعات اللي كانت بتشاع في ذاك الوقت إن الرئيس تعبان، إن الرئيس وقع، إن الرئيس مش قادر، إن الرئيس بيفقد الذاكرة، إن إن إن، فكل دي كانت إشاعات بتملى البلد وتعمل بلبلة في خلال الشعب، إنما كانوا لازم يحسنوا الصورة ويركزوا في الصورة بالظبط.